وينو أخي؟ قولي وينو أخي؟ ها؟ فرهاد وينو أخي؟ ليش ما عم تحكي؟ فرهاد قليلي وينو أخي؟ أخذوه بسيارة الإسعاف وما بعرف لوين. ليش أنت أساساً وينك؟ قلي وينك أنت كل هالوقت؟ هجموا علينا وحاولوا يقتلوا أخوك هون قدام عيوننا، وين كنت وكل هالشي صار معنا بسببك فرهاد؟ كل هالشي صار بسببك. بتعرف لما انصبت صار يبكي؟ اختنق من البكاء قدام عيوني وخبى كل هالوجع جواته، خبى خوفه وزعله جواته مشان ما يحسسنا. وين كنت انت وقتها؟ وين كنت؟ ليش ما حبيت اخوك؟ ليش ما حبيت ابنه أصغر من كل هذا الخوف؟ ليش؟ انت واحد بشع، كتير بشع. اللي انت شو عملت له لأبي؟ أنا بدي بابا، رجع لي بابا بسرعة، بدي بابا. فرهاد ليك أنا بعرف كتير منيح شو يعني أخ. محبته لا بتشبه محبة أم ولا محبة أب. بتشوف حالك كبير جنب أخوك، أنت بتشوف حالك فيه، بس تجي الحياة وبتاخده منك فجأة، ولما بتطلع حواليك ما بتلاقي هون، والباقي تعرف وجعه كتير منيح. فرهاد يلا امشي بسرعة. من لما دخلت اختي على بيتك تورطت معك بمشاكل ما شافتها بحياتها، بتعرف هالشي انت؟ بس بتعرف وين الشي الغريب يا فرهاد؟ إني عم بضطر إنه أتعامل معك لأحمية منك ومن كل مصايب عيلتك. أنا أصلاً بضطر على كل شيء يا رئيس المفوضين، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. أخي على القليلة أنت رد على التليفون. بتحب تعرف شو يلي شايفه أنا ونحن عم نلحق هدول المجانين؟ شايف واحد عم بيحاول يحمي أخوه. بس قلي أنت شغلي، شو بتشوف لما بتطلع على المراية؟ أنا ما بتطلع عمراية، ما بتطلع عمراية حضرة المفوض، سمعتني منيح؟ استعجل يلا بسرعة يلا. السيارة مستنيتكم برا، فيكن تطلعوا هلأ. شكراً، ماشي. يلا ماما. صرت جاهز؟ تعال، يلا. يلا.
يلا. يلا بسرعة بسرعة. يلا بسرعة خلينا نلحقهم. يلا يلا. يلا في معك مخزن زيادة؟ لا حضرة المفوض. فرهاد قوم يلا. محسب رح موت. معقول رح موت؟ معقول تروح قبل ما تحبسني؟ قوم قوم يلا. ما رح موت قبل ما دخلك على السجن يا فرهاد. واضح انه كتر الحكي وراسي عنكم. اذا صار لي شيء اصلي رح تقتلك. خلصني امشي ولا عاد تحكي كتير. يلا تعا اطلع.